اللحظة اللي حسن اتعرف فيها على سارة هي عقدة الذنب اللي عشت بيها بقيت عمري كله. أنا حسن مظهر. انتوا عايزين من حسن ايه؟ ما تسيبوه في حاله بقى، مش كفاية اللي عملتوه فيه؟ أنا اللي بيني وبين حسن مش أكتر من أنتمة وعشرة سنين. شادية، أنت ليه مصممة إن أنت تفتحي الموضوع من أول وجديد؟ مش ده حسن حسن؟ أنا مش حسن حسن. أبواب الشك قريباً وحصرياً على تلفزيون الحياة.